ندار على المرحوم رشيد مدير الامن، قال له رشيد، قال هذا انتو هذا حرامات ينعدم، هذا بعد ملازم اول، وهذا ايمانه ورغبته وحكيه. الوقت اخذ يمكن بالوحده ولا وحده وربع، اني بالباب ادق الباب، صيف اهلي بالسطح نايمين، بكي شبعانين بكي، قال يوم ترى بينكم اخوه يمكن يعدمون بين اليقين ولا دخلت عليهم. لا طب اني دقيقه، انت قبل الحركة تشتغل بعد حركة فتية شكلت وزارة، نعم شكلت سويت بها وزراء سبستريم يدوقف. لا ما يعني شغل مو رأسا شكلت الوزارة، بديت من شفت الخطوط والتجاوب وياي هواية، ففكرت انه انا يعني اثبت الوزراء. بس بقت مشكلتي اني حتى مشبك ويا الاذاعه ويا حمايه الاذاعه، يعني مخطط الانقلاب، خطط انقلاب، وانقلاب ما يجي على بالهم. لهذا اني من وراء انقلاب ومن وراء سمعتي ساعدتني من قابلت الرئيس الجمهوريه، عفاني من وراء هذا التصرف. حتى الخطه مالتي ما تجي على بالهم. انا مأجر 40 زورق شنت بشراب ونؤاس بحجة وماخذ عوائل من العوائل المتضررة المتأذية ويانا بلبنان، و 800 فدائي من خيرة الضباط الجنود، ضباط صف، مدنيين، أي واحد معتدى على عرضه أو طالع تقاعد أو متأذي من وراء بيهم. شو راح تسويهم بعدين؟ على أساس الخطة مالتي أفاجئ بيها القصر الجمهوري من الشط، زفة ودنابك ودق بثلاثة لربع، أنا نصعد هناك من الشط من الفجر العصر، لا بثلاثة الليل، ثلاثة لربع مو يعني بثلاثة وبثنتين، كل رأي الساعة يصير تبديل يقعدون ثلاثة لربع، ما حد بهالوقت أكثرهم ينامون حتى الحرس. فمن هناك أهجم على القصر الجمهوري، يعني حدد الساعة الصفر؟ نعم ثلاثة لربع. لا اليوم اليوم اسمع لي البيان، حتى اخر الغلطه مال حسن سريع ما عيته، قلت لهم لا حد يسمع اذاعه، احنا ثلاثة ربع نفذوا سواء وصلنا للاذاعه دعنا البيان او لا، انتم ما عليكم هاي الفكره مالتي. زين دزيت رابط عندي يعني ارتباط يروح باقي في الضباط الملتحقين بالشمال ويا البرزاني ينتظرون يا اللي يريد يلتحق ويانا بالثوره يجي منطقه شمشمال. باقي حتى اخذنا 40 بطاقه مال كان اكو الاتحاد الاشتراكي مال. ليش ما نفذته هسه هاي التفاصيل؟ اسمع 40 هذه هويه مال الاتحاد الاشتراكي و40 بطاقه مال موظفين، نجيب الضباط من الشمال يوم 30 تموز بنفس الشهر التنفيذ 30 30 تموز يا سنه 64 64 ليش ما نفذته؟ يوم مرة 27 لزمت انا عندهم صار الاستخبارات عندهم هو بتاع. العفو قبل بيوم يعني يوم 26 جاني مسؤول رسالات الحزب الشيوعي العراقي ولد شاب اسمه غوري ازاد من الاخوان الاكراد من زاخو محكوم غيابي 20 سنه، قال يعني ما معناه من زارني للبيت، قال رفي القاده الحزب يسلمون عليك خصك مشكور وانت كل الخطوط وياك وهذه، بس الحزب عنده ضوابط اوامر ممنوع اي حركه او ثوره، ما يتحمل الحزب على الصدمات وعلى الاختيارات اللي صارت بينا والاذيه، ما عندنا استعداد هذه وما راح يسندوك لو تاجلها، وش تريد اي منصب، واذا ما عندك فلوس نعطيك فلوس تفتح محل تجاري بس اجل فكره الثوره والانقلاب. قلت له فين اريد اسالك انت تبين خوش ولد من اخواننا الاكراد، هذول العوائل اللي اعتدى على اعراضهم للانعدم للانقتل هاي كلها مو مشكله، شلون كوشوك يا اخي؟ اي فمن طلع من عندي هو مراقب لازمي، قال لهم انتم لا تضربوني ولا تعلقوني ولا، احنا الحزب ما عنده معزل هو وشريك معنا. اي فاكو ضابط برتبه صغيره اسمه ملازمون 141 خط عمالي وفلاحي وهو راح يسوي ثوره، وين ما وين دلاهم جابوا جوي من الضباط العسكري نقيب اسمه كريم محمود، اتجاهه كان قومي
من الضباط العسكري ويا مجموعه حظيره كامله. أنا من الجوي دقوا الباب الظهر بالوحده ونص، من طلع شفت الوضعيه قالوا هذا بيت شاكر، عرفت الوضعيه، قلت له اسمح لي اذا اشوف جو ولا لا. دخلت للبيت، بيتنا مأجر بيت بالشعب، ورانا كان ساحه مفتوحه. هزمت؟ داريت من السياسه دا انهزم. شيت لقيت مطوق. مو مطوق، لو مطوق بعد احسن. القنطرتي هو كان الملك مال مدينه الشعب يسموه بيت البياع، هذا الزنقين. مبلط الشارع تبليط عادي يعني جير هيك عادي قبل. فمن ذا البيت نفسي دا انهزم لزقت بالجير النوم. الظهر حاره وتموس. لزكت جوي هم عادين حاطوني ضرب بالاخمس على راسي ما ايش عندهم اساليب اذيه وحاطوني هم من بسياره فوكس واجن ومنها ومنها بعد ما زنجلوا ايدي اللي هم انحكمت؟ لا مو راسا انحكمت التحقيق اي ادري قصدي بعد فاخذوني للدفاع ومن الدفاع الى الامن العام. بالامن العام اكو عضو لجنه المركزيه مال الحزب الشيوعي مالك سيف. مالك سيف هذا متمرد على الحزب وخان الحزب، جايبين له من بزمان البعثين والقوميين جابوه يستفادوا منه يحقق عليهم سمعه شيوعيه وهذه، فهو رئيس اللجنه مال التحقيق. فاني من اخذوني للامن صارت تقريبا 4:30 ايضا علقوني شدوا عيني وعلقوني بالبنكه. بهالاثناء مدير الامن العام اجى الى الامن العام ده يتاكد اللي هو رشيد محسن رشيد المقدم الركن رشيد محسن الله يرحمه الف مره ان شاء الله. فهو من انا معلق ومشدوده عيني من صوتي عرفني قال لي انت مو العزاوي انت مو خوالك فلان وفلان بالفلوجه قلت له نعم انت مو بن شيخ محمود انت العد جابك قال لي على قوري وحنا تدري اصلا منو ده يحقق وياك قلت له لا والله سيدي يعني ايش مدري منو قال لي هو قوري ازاد هذا الجاك فانت شلك بيها انت بلا طلع قوري جاسوس لهم؟ لا لزم يريد يخلص نفسه وش بينا نزل شال من عيني هاي يعني هو هاي لفاف مع المرضى الابيض ماكو يعني شاله خسل وجهي أو صبية قال لهم بعد لا حد يضرب هذه خلوا ما عليكم هذه فما أدري أني ورا أسبوع أني غرفة خاصة مع الإعدام متر مترين وبيها باب فتحة قليلة هيك 10 سنتيمتر يعطوني الصبح قرصة خبز وعشر فردات تمر ومي هاي تقتات بها المهم ورا أسبوع دس علي هو الله يرحمه رشيد مع مدير الأمن العام فطبيت أنا بوضعي مربك وهذه قال لي شوف شاكر تعطيني كلام شرف انت جابك على ما بعد ما عليك بالسياسه قلت له والله سيدي ما ادري قال لي فتقول لي السبب انتو سويت هاي قلت له سيدي السبب ما تعرفه انت انتو جيتوا راسا اعتقال وحكم وطلعتونا للشارع العام ردنا نصير جبات بمصلحة نقل الركاب بالشهر 10 دنانير رفضونا قالوا جيب تحقيق خويه من الامن نجي للامن يهمك يقولون انتم حمر شيوعيين ما ينطونا يعني ايش تتوى وين نروح يعني انتم قال زين هسه انا افتهمت السبب فرايح هو حاكي له التفاصيل كلها رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء رئيس الجمهورية قال له هذا الخطة اللي تحكيوها مالته والتفكير والخطوط وبعده بهالرتبة ملازم الأول هذا أريد أشوفه هذا وراه فسر ما معقولة هيك رئيس الجمهورية عبد السلام عارف عبد السلام عارف والله أنا يعني بعد مضي يمكن ورا ما قابلني مدير الأمن يومين ثلاثة الساعة 6:30 المغرب ايضا اخذوني فتحوا الباب مال الاعدام هاي مالتي مال السنزانه واخذوني للسياره كلبشوا ايدي ورجلي وهم حمايه من انضباطيه ورايا الشرطه انضباطيه شرطه انضباطيه من الميتم فما ادري يعني شقت يمكن اخذوا قلت لهم يعني اقدر فد نبل واخلاق منكم فد ورقه صغيره توصلوها لعائلتي تخبرون شلون يدير كان عندي ولد 2 انا
عامر واركان، هسه واحد بايطاليا مهندس واحد الله يخليهم. ف يعني اوصي امهم شلون تلاحظهم وتربيهم تربيه تكتب بسيطه بسيطه. قالوا هسه انت ايش مدري كوين دخل ناس، والله هو شوف السياره اتجهت للميدان الى الدفاع. هاي بالدفاع ايش عندي؟ واذا رئيس الجمهور كلهم جايين للدفاع على مودي، رئيس الجمهوريه بنفس الغرفه مع المرحوم عبد الكريم قاسم فوق، رئيس الجمهوريه طاهر يحيى رئيس الوزراء، مدير الاستخبارات العسكريه العقيد الكون هادي خماس، مدير الامن رشيد محسن، امر الانضباط العسكري سعيد السليمي، عبد الرحمن عارف ما اتذكر منصبه يمكن رئيس الكان الجيش. المهم كل هاي الامه اني بالباب قلت يا الله يا علي يا الله يا الله يا علي. انا قلت هاي طبيت شنو تاثير هاي الله يا علي سمعوك هسه شوف لاويه نفسي لاويه قرار. اني قعدت عبد السلام عارف قالوا جيبوا له سكمني قعدت قبالهم ايش تشرب؟ قلت له سيدي اعفيني لان سبق بالامن هم قالوا ايش تشرب؟ جابوا لي مخدر وهذا. قلت له ما اريد اشكرك سيدي. قال لي باوع شوف انت بهالرتبه ملازم اول 101 وهاي الخطه مالتك لا تجي على بالي وعلى خاطر، واحنا مفكرين بهواي ضباط يسوون علينا انقلاب ما مفكرين بك انت من عشاير وعربي. قلت له سيدي تعطيني الراي والامان اذا احكي؟ قال تفضل احكي. قلت له فد انت من نقلك عبد الكريم قاسم من منصب الى منصب جيت هيك لو جيت بثوره؟ قال حقي ليش ما اجي بثوره؟ قلت له زين انت مو ضابط واحنا ضباط، انت خريج كليه عسكريه واحنا خريج كليه عسكريه، شنو الذنب مالنا؟ فاحنا انت نقلك من مكان سويت ثوره وجيت، احنا وين نروح؟ حتى حكيت قلت له نريد نصير بنقل الركاب جبات ومفتشين 10 ايام بالشهر رفضونا. انا قلت له من ارجع البيت يتلقوني اطفالي عامر واركان يقول بابا ها كلش ما جايب لنا دروح بس ملابسك هياته بالكنتور تجيب لنا كل شيء وكلا شيء، هسه كل يوم شاي وخبز شاي وخبز، يعني شو اقول لهم انا اللي مسويه؟ اترك. قلت له سيدي انت جنابك مو معجب ومؤمن بسيدنا الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم؟ قال شلون ما انا ما مؤمن؟ ابني احمد أنا نبي محمد نبينا نبي الأمة. قلت له نبيك نبي الأمة نبينا يقول اقطع الأعناق ولا تقطع الأرزاق، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول من 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 رغب من أمتي من قبل من أمتي بالمذلة والمسكنة يجب أن يعامل من رضى من أمتي بالمذلة والمسكنة يجب أن يعامل معاملة العبيد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له زين اترك الرسول الاعظم، انت مو معجب اخوك ابو خالد؟ قال ايش تخرد؟ اخويا الكبير جمال عبد الناس. قلت له اي اخوك؟ اخوك الكبير سيدي من يريد ضابط ما يرتاح له او خطر عليه، وحده من الثلاثه. اذا ما مكمل التقاعد بمصر يسموه حال معاش، يضيفوا له مده طلعوا على المعاش، او يطور راس مال يشتغل به تجاه، او يعينوه بوظيفه مدنيه تقابل وظيفته العسكريه، فهذا اخوك. زين احنا طلعتونا كله الله الهمك يا الحسن الله الهم هذا حفايا عرايا يعني سفان اندار على المرحوم رشيد مدير الامن. قال رشيد قال هذا انتم هذا حراماتي نعدين هذا بعد ملازم اول وهذا ايمانه ورغبته وحكيه وكله. قلت له مو فتها سيدي اقرا اني بالانقلاب بالثورة مالتي ايش ناوي؟ قال ايش ناوي؟ قلت له ناوي اذا تنجح الثورة مالتي اول عمل هو اقوم به ازور سيدنا علي بن ابي طالب، اسفر الف من اللي اعتدوا عليهم على حساب الدولة من النجف الاشرف الى ابن عمه الى الرسول الاعظم، والطريق بين الكوفة الى النجف الاشرف أسرع بالورد والرياحين وأشجار الزيتون لزور سيدنا علي، لازم يترجل بالكوفة واحتراما لسيدنا علي يروح مشي هاي المشاية يعني قبلهم سبقت هذه يروح سيدنا علي مشي يمشي.
قالوا بعد، قلت له بعد بغداد العاصمة السياسية، النجف الأشرف العاصمة الدينية، أربيل العاصمة الصيفية. انت شو لك بها هاي دخلت نفسك؟ لا كيف عليها، قال لك انت جايبها من محمد العلي. لا الشحاتي كان هذا وقفوا التعقيبات القانونية بحقها، دزوا على كباب جيبوا له. خاب من هنا قريب عليكم خياط، خياطة بلقيس باكستان كبار وزارة الدفاع القديمة، بي من احسن كل انجليزي القماش يطلق مادة عسكرية، دزولي قميص عسكري والرتبة ملازم اول وبنطرون مكوي خاكي الدنيا صيف وحذاء تكرمه انجليزي دولسز يسموه ابو الجرس انجليزي وجرابه الى الركاب توصل خاكي انجليزي همينه وصداره وعلامة المشات بيه ونكسته والله يرحمه مدير الامن شيل بذاك الوقت 10 دنانير فتح الدقمه وخلاها بجيبي قريبايك بالطريق هاي يعني من الدفاع بيتنا 10 دقائق ب 12 ونص بالليل مدري بوحده شو بعد الوقت اخذ يمكن بالوحده ولا وحده وربع يعني بالباب ادق الباب صيف اهلي بالسطح نايمين بتشي شبعانين بس قال يوم ترى ابنكم واخوه يمكن يعدمون بين اليقين ولا دخلت عليهم لا طب اني لا ادق الباب امي من التيغه من فوق من السطح من عرفتني من هاي امه انت مجوزه وهم لبست هاي الملابس وش يوم افتح الباب الثاني هاني بنيك هاني شاكر دخل هذا خطيبات نزل امي وزوجتي